Hey, what are you doing? Ezra, get in the car. I need to get him away from here. Todd, I'm taking the car. I'm making him a side pop pop. All I ever wanted was just to protect our boy. Well, I'm protecting him now. Give your Uncle Nicky a hug, huh? Come on, come here. Hey, where are you going, kid? You know, the word autism comes from the Greek, in your own world. I don't want him in his own world. I want him in this world. Something's not right, man. Get it through your head. You don't know what you just did. It's the only thing holding his soul at rest. Well, give it back. You can't. He's awake now. يا مساء الفل أعزائي المشاهدين، النهاردة في الفيديو ده هنستعرض معاكم أفضل 10 أفلام متصدرة البوكس أوفيس، وتحديداً الأسبوع الأول من شهر يونيو، وهنوضح لحضراتكم التكلفة والأرباح لكل فيلم، وهنعرفكم كمان تقييم كل فيلم من على موقع IMDb. وعموماً أنا ندو معاكم من قناة سينما ستور، ويا أهلاً وسهلاً بيكم. وبيتراجع فيلم سايت إلى المركز العاشر للأسبوع الحالي، وده بعد لما كان الأسبوع اللي فات في المركز السابع. تصنيف الفيلم بيكون سيرة ذاتية دراما، وتم إصدار الفيلم بالسينمات يوم 24/5/2024، وأحدث الفيلم مستوحاة عن أحداث حقيقية، وقصة الفيلم بتحكي عن جراح عيون مشهور جدا. المهم في يوم من الأيام بتوصل بنت يتيمة إلى المستشفى، والبنت دي كانت محتاجة معجزة كبيرة، وبنعرف انها مصابة اصابة خطيرة في عينيها، وكان السبب في اصابتها مرض باباها، وكان على الدكتور انه يبذل اقصى جهده لاعادة بصرها مرة تانية. بس في اللحظة دي الدكتور بيفتكر الاوقات الصعبة اللي عدت عليه منذ طفولته، وبنعرف انه واحد من الاشخاص المهاجرين من الصين الى الولايات المتحدة، والراجل ده تعرض لمواقف صعبة جدا في حياته، بس مع الوقت بيثبت نفسه واصبح اشهر دكتور عيون في امريكا، وساعد في تغيير حياة ملايين من الناس في جميع أنحاء العالم. وعموما تقييم الفيلم من على موقع IMDb حصل على 7.1 من إجمالي تصويت 700 صوت، وبعد تاني أسبوع عرض وصلت إيرادات الفيلم العالمية ل 5,888,000 دولار. She doesn't deserve to suffer anymore. Thought you said it was impossible. وبيكون معانا في المركز التاسع فيلم جديد اسمه إزرا. تصنيف الفيلم بيكون كوميدي دراما، وتم عرض الفيلم لأول مرة في مهرجان تورونتو السينمائي العام الماضي، بس تم إصدار الفيلم بالسينمات يوم 31/5/2024، والفيلم بيكون من بطولة النجم بابي كولوفالي، وكمان بيشاركوا في الفيلم النجم روبرت دينيرو. وقصة الفيلم بتحكي عن واحد اسمه ماكس، والراجل ده كان شغال ممثل كوميدي ارتجالي، وبنعرف ان ماكس عايش مع والده وكان منفصل عن مراته، بس كان عنده طفل اسمه إزرا، وللأسف الطفل ده كان مصاب بالتوحد، بس ماكس كان مصمم ان ابنه لازم يعيش في عالمه الحقيقي وما يكونش عايش في عالمه الخاص بيه بسبب مرض التوحد. وبنشوفه وهو بيشارك رعاية ابنه مع زوجته السابقة جينا، وكمان بيخوضوا رحلة برية عبر البلاد هتغير حياتهم الى الأبد. والفيلم ده عبارة عن رحلة أسرية مضحكة، وفي نفس الوقت بتكون صادقة وفيها مشاعر جميلة. وعموما تقييم الفيلم من على موقع IMDb حصل على 6.4 من إجمالي تصويت 786 صوت، وبعد أول أسبوع عرض وصلت إيرادات الفيلم العالمية المليون و183,000 دولار. All I ever wanted was just to protect our boy. Well, I'm protecting him now. Give your Uncle Nicky a hug, huh? Come on, come here. Hey, where are you going, kid? You know, the word autism comes from the Greek, in your own world. I don't want him in his own world. I want him in this world.
هيكون معانا فيلم كندي جديد اسمه In A Violent Nature. تصنيف الفيلم بيكون رعب وإثارة، وتم عرض الفيلم 31/5/2024. وقصة الفيلم بتحكي عن مجموعة من الأصدقاء بيخيموا في غابة، وفي يوم من الأيام بياخدوا سلسلة كانت موجودة في برج منهار في الغابة، والبرج ده كان مدفون فيه جثة شخص واحد اسمه جوني، والشخصية دي عبارة عن روح انتقامية شريرة، وبنعرف إن بيتم أحياء جسده مرة تانية، وبنشوفه بيقوم بقتل الأصدقاء دول واحد ورا التاني، وده كان من أجل إعادة السلسلة بتاعته. وعموما تقييم الفيلم من على موقع IMDB حصل على 6.1 من إجمالي تصويت 1400 صوت، وبعد أول أسبوع عرض وصلت إيرادات الفيلم العالمية لـ 2,119,000 دولار. وبيكون معانا في المركز السابع فيلم ياباني جديد اسمه IQ The Dumbbuster Battle، وتصنيف الفيلم بيكون أنيميشن أكشن دراما، وتم إصدار الفيلم 31/5/2024. وقصة الفيلم بتحكي عن رحلة التفوق لمدرسة ثانوية على اجتياز التصفيات التمهيدية لبطولة مشهورة لكرة الطائرة، وبنعرف إن البطولة دي بتكون فيها فرق قوية جدا، وقدروا إنهم يغلبوا مدرسة تانية كانت تعتبر من المرشحين للفوز بالبطولة. وبنشوف اتنين لاعبين داخل الفريق كان في مشاكل ما بينهم، بس كان عليهم إنهم يتحدوا مع بعض، وده طبعا علشان يقدروا يتغلبوا على باقي الفرق. وعموما تقييم الفيلم من على موقع IMDB حصل على 8/10 من إجمالي تصويت 1600 صوت، وبعد أول أسبوع عرض وصلت إيرادات الفيلم العالمية لـ 80,185,000 دولار. وقدر فيلم The Strangers Chapter 1 انه يحافظ على المركز السادس للاسبوع الثاني على التوالي، وتصنيف الفيلم بيكون رعب، وتم عرض الفيلم يوم 17/5/2024. والفيلم ده مقتبس من فيلم The Strangers اللي تم اصداره سنة 2008. وعامة قصة الفيلم بتحكي عن اتنين متجوزين وكانوا بيخوضوا رحلة حول العالم، واثناء رحلتهم وصلوا الى مدينة صغيرة غريبة وأجروا بيت علشان يستريحوا هناك، بس في يوم من الأيام بيقتحم منزلهم 3 أشخاص ملثمين، وطبعاً مكانوش فاهمين اللي بيحصل ولا حتى مين الأشخاص ديت، وكان كل اللي عليهم إنهم يهربوا بأي طريقة علشان ينجوا بحياتهم. وعموماً تقييم الفيلم من على موقع IMDB حصل على 5/10 من إجمالي تصويت 5700 صوت، وتكلفة إنتاج الفيلم وصلت إلى حوالي 9 مليون دولار. وبعد تالت أسبوع عرض وصلت إيرادات الفيلم العالمية لـ 32,033,000 دولار. Why are you doing this to us? ونجح فيلم The Fall Guy إنه يحافظ على المركز الخامس للأسبوع الثاني على التوالي، وتصنيف الفيلم بيكون أكشن كوميدي دراما، وتم عرض الفيلم بالسينمات يوم 3/5/2024. وقصة الفيلم بتحكي عن واحد مؤدي مشاهد خطيرة، بس للأسف في يوم من الأيام بيجيله إصابة خطيرة في ظهره، بس بنعرف إنه بيرجع يشتغل من تاني، وخصوصا لما عرف إن المخرجة هي حبيبته السابقة وكان بيحاول يرضيها بأي طريقة علشان يرجع ليها مرة تانية. وعموما تقييم الفيلم من على موقع IMDB حصل على 7/10 من إجمالي تصويت 80,000 صوت، وتكلفة إنتاج الفيلم وصلت إلى حوالي 150 مليون دولار. وبعد خامس أسبوع عرض وصلت إيرادات الفيلم العالمية لـ 157,891,000 دولار. One last stunt. Going down in a blaze of glory. وقدر فيلم Kingdom of the Planet of the Apes إنه يحافظ على المركز الرابع للأسبوع الثاني على التوالي، وتصنيف الفيلم بيكون أكشن مغامرة خيال علمي، وتم إصدار الفيلم يوم 10/5/2024. وبتدور أحداث الفيلم بعد وفاة القرد سيزر، وبنعرف إن القرود اتقسمت إلى عشائر مختلفة، وبنشوف قرد صغير اسمه نوا
وبنعرف إن تم السيطرة على العشيرة بتاعته، وهنشوفه في رحلة هو وبنوتة من أجل مواجهة قرد مستبد. وعموما تقييم الفيلم من على موقع IMDB حصل على 7.2 من إجمالي تصويت 45,000 صوت، وتكلفة إنتاج الفيلم وصلت إلى حوالي 160 مليون دولار. وبعد رابع أسبوع عرض وصلت إيرادات الفيلم العالمية ل 337 مليون و 96 ألف دولار. وبيتراجع فيلم فوريوسا أميد ماكس ساجا إلى المركز الثالث للأسبوع الحالي، وده بعد لما كان الأسبوع اللي فات في المركز الأول. تصنيف الفيلم بيكون أكشن مغامرة خيال علمي، وتم عرض الفيلم يوم 24/5/2024. وقصة الفيلم بتحكي عن واحدة اسمها فوريوسا، وبنعرف إن البنت دي اتخطفت من أهلها من فترة كبيرة، بس فضلت بقى عمرها في البحث والعودة إلى منزلها، وهنشوفها في رحلة قوية جدا من أجل العودة والانتقام لوالدتها. وهنشوف في الفيلم ده الصراعات الملحمية القوية واللي كانت معمولة بشكل حلو قوي. وعموما تقييم الفيلم من على موقع IMDB حصل على 7.9 من إجمالي تصويت 57,000 صوت، وتكلفة إنتاج الفيلم وصلت إلى حوالي 168 مليون دولار. وبعد تاني أسبوع عرض وصلت إيرادات الفيلم العالمية إلى 114 مليون و 367 ألف دولار. I want them back. بيصعد فيلم إف إلى المركز الثاني للأسبوع الحالي، وده بعد لما كان الأسبوع اللي فات في المركز الثالث. تصنيف الفيلم بيكون كوميدي دراما أنيميشن، وتم عرض الفيلم بالسينمات يوم 17/5/2024. وقصة الفيلم بتحكي عن طفلة صغيرة بتمر بتجربة صعبة، بس البنوتة دي كان عندها القدرة إنها تشوف الأصدقاء الوهميين للشخصيات الحقيقية. يعني زمان كان كل شخص وهو صغير كان بيتخيل صديق وهمي مش موجود في الواقع، بس البنت ديت كانت بتشوف الأصدقاء الوهميين دول، وكمان بتعرف إن جارها بيمتلك نفس القدرة، وابتدوا هما الاتنين إنهم يساعدوا الشخصيات ديت. وعموما تقييم الفيلم من على موقع IMDB حصل على 6.7 من إجمالي تصويت 11,000 صوت، وتكلفة إنتاج الفيلم وصلت إلى حوالي 110 مليون دولار. وبعد تالت أسبوع عرض وصلت إيرادات الفيلم العالمية ل 138 مليون و 29 ألف دولار. What if I told you imaginary friends are real? And when their kids grow up, they're forgotten. Are any of them scary? Worse. وبيصعد فيلم The Garfield Movie إلى المركز الأول للأسبوع الحالي، وده بعد لما كان الأسبوع اللي فات في المركز الثاني. تصنيف الفيلم بيكون أنيميشن مغامرة كوميدي، وتم عرض الفيلم بالسينمات يوم 24/5/2024. وزي ما وضحنا لحضراتكم الأسبوع اللي فات إن اللي بيقوم بتأدية صوت القط جارفيلد النجم العالمي كريس براد، والفيلم حاليا بيتم عرضه بالشرق الأوسط باللهجة المصرية بصوت النجم المصري أكرم حسني. عامة قصة الفيلم بتركز عن حياة القط جارفيلد وهو صغير، وبنعرف إنه قط كسول جدا وكان بيعشق الأكل وبس. المهم بنعرف إن بعد فترة طويلة بيقابل والده، وبنشوف والده بيطلب منه إنه يخوض معاه مهمة خطيرة، وفعلا هنشوف القط جارفيلد والكلب أودي بيقوموا بمغامرة برية جديدة عالية المخاطر. وعموما تقييم الفيلم من على موقع IMDB حصل على 5.9 من إجمالي تصويت 5800 صوت، وتكلفة إنتاج الفيلم وصلت إلى حوالي 60 مليون دولار. وبعد تاني أسبوع عرض وصلت إيرادات الفيلم العالمية ل 152 مليون و 272 ألف دولار. وفي النهاية بتمنى من حضراتكم تتابعوا صفحتنا على الفيسبوك وإنستجرام من دلوقتي علشان ما تفوتوش أي خبر أو أي فيلم جديد بقى متاح تحميله. حياتي كانت 100 على 100، بس زي ما بيقولوا الحلم ما يكملش. أنا شكلي بحلم ولا إيه؟ اديني بالقلم. لا شكله كابوس. وعموما دي كانت أفضل 10 أفلام متصدر البوكس أوفيس، وتحديدا الأسبوع الأول من شهر يونيو. وما تنسوش بقى لو عجبكم الفيديو تدعمونا بلايك ومتابعة وتفعلوا الجرس،
وأشوفكم على خير في فيديو جديد إن شاء الله. مع السلامة.